بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينصركم الله فلا غالب لكم. بيان المجلس العسكري الثوري في محافظة حمام. نحن العميد الركن أحمد خالد بري قائد مجلس عسكري في محافظة حمام نعلن عن بدء التحرك باتجاه مدينة حمام، ونطلب من جميع الأخوة المقاتلين أفرادا وقادة العمل بتنسيق كامل وبجاهزية عالية مع مقر عمليات المجلس والتحرك باتجاه المحافظة وحسب توضع كل منهم. كما أهيب بقادة الألوية وكتائب أن يعملوا بتخطيط دقيق والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن المجلس، وعدم التسرع بأي عمل إلا بعد الشورى والتدقيق، حفاظا على مقاتلينا وشعبنا وأهلنا في حماة. والله ولي التوفيق. حماة، الساعة 14 16 12 2012.